يكون يعطيكم مثلا اشي خبيث او مشكوك فيه، علشان هيك انتم تعودوا خذوها مننا، لانه بدنا كل واحد منكم بالفعل تكون قياديه، وكل واحد منا تثبت المكانه في المحل اللي هي موجوده فيه. والحمد لله رب العالمين، في كثير من اصحاب الابداعات الخاصه اللي انا بسميهم اللي وصلوا لمراكز عالي بدون مساعدتنا احنا، لانه احنا بنكون ممكن فينا الاناني، وفينا الانسان اللي بهمه بيته وبهمه حاله. فعلشان هيك دائما انتوا اللي بادروا وانتوا القياديين، واحنا بشرفنا ان نكون دائما معاكم ونكون مع بعض. فيش انا شك دورات من الزي بس بتعزز من مكانه المراه العربيه. اذا المراه العربيه او الاخت العربيه وصلت لوين وصلت؟ لأنه هي قادرة تصل، وعندها الكفاءات وعندها الإمكانيات. فعلشان هيك الحمد لله رب العالمين، اليوم نطلع على بناتنا، نطلع على نسائنا اللي صارت عضو الكنيسة والمحامية والمهندسة والمربية. أنت قلت اللي أنتوا بتسووه إحنا ما نقدرش نسويه، لأن إذا بنأخذ المربية هي أم، هي الإنسان اللي بتكون حامل، وهي الإنسان اللي بتنجب، وهي الإنسان اللي بتربي، وهي الإنسان اللي بتعلم، وهي الانسان اللي بعدين بتعلم اولادنا وبتربيهم تربيه صالحه. احنا اليوم موجودين عشان هيك نقيم ونلخص عمل مشترك عملناه. الشغل معكم لإلي انا كهنا كان تحدي، يعني انتم بتعرفوا انه انتم بتحكوا بس لغه اشارات، وانا كيف بشوف اللغه. فكنا احنا انا وانتم كثير ساعدنا بعض عشان نقدر نلاقي طريقه مشتركه، كيف انتم توصلوا لي ايش بدكم، اذا كان عن طريق الخشام، عن طريق ان نساعد بحنان او نساعد اي انسان من برا، بس اهتمينا انه احنا نفهم على بعض بالرغم من اختلاف الاعاقات وصعوبتها. وهذا بقول انه اذا احنا بدنا احنا فينا نوصل. انا بقول لكم انه اللي انتم عم تعملوه هو مش اشي هوين، ومش اشي مفهوم بالنظام، ومش اشي عادي. وزي ما حكى قبلي عم ابو محمد بس بنبهي انه اللي احنا بنعمله او اللي انت بتعمله مش كل حدا بيقدر يعمله. انكم تروحوا على القريب سنه كامله بأكثر من 20 لقاء علشان ناخذ دوره، علشان نطور مهاراتنا ونطور قدراتنا. يعني اليوم مش كل حدا بيجي عبال يعمل هيك شيء. وكل الشيء بقول انه انتم صبايا نساء اللي انتم بتقبلوش بالاشياء اللي هوين، انه انتم بتقرروا انه بلا بدكم تتحدوا، بدكم تكملوا، وبدكم تكون، لانه حقكم تكون زي اي امراه اللي بغض النظر اذا عندها اعاقه او ما عندهاش اعاقه. بصورك عشان نشوف صوتك. لا مش اولا بقول صباح الخير. بالنسبه لي كان كثير مؤثر السفره اليوم الصبح من كفر قاسم لسخنين، لانه هاي سفره غير اعتياديه. يعني كل مره كنا نيجي كان في عندنا، بتذكر اخر مره كنا لما افتتحنا الدوره صحنا بدنا نحضر بالضبط، يعني كنا في التحضير، ويانا احنا بعد الاكم اللقاء اللي عملناه معاكم اللي كان قسم منهم في تل ابيب قسم هنا في سخنين. اولا كمعهد النهوض بالصم اول باسم المعهد باسم كل الطاقم، انا يعني بحييكن على مشاركتكن في هذا المشروع اللي هو عمليا احنا فيه من سكر رابع مجموعه بنشتغل معها على مدار الثمان سنوات الاخيره. مشروع نساء يقودنا التغيير انطلق في 2006 في النقب، واشتغلنا هناك مع حوالي 300 امراه وصلنا لهم. والشيء ما كانش سهل انه نوصل لهذول 300 امراه. كان عندنا نواه ل 30 امراه بيجوا على المشروع زيكم، وهذول النساء نقلوا كل المعلومات لباقي النساء الصم الموجودات في النقب من بلديات ومؤسسات ومجالس محلية، أو المؤسسات العربية المحلية في البلاد، ولا المؤسسات الحكومية. وكمان أنه أنتوا تأخذوا كل الأدوات اللي ممكن تأخذوها منا ومن الأشخاص المهنيين، سواء كان زلفة ولا هناء ولا أي شخص مهني اشتغل معاكم، تأخذوا كل هاي المعلومات وكل هاي الأدوات وتوصلوها اولا تستخدموها في حياتكم اليوميه، وثانيا توصلوها لباقي النساء الصم ورجال الصم اللي ما بتسهلوا من فرصه يشاركوا بهيك مشاريع. فانا بحييكم. طبعا هاي مش نهايه، هاي بدايه انا بعتبرها.
وان شاء الله انه بكون إن هذا مش بالنهايه، هذا بدايه المشاريع اللي احنا نتساعد مع بعض ونحاول نكمل هذا المشوار مع بعض. صحيح انا كثير مبسوط وكثير يعني منفعل بهذا البرنامج، وان شاء الله انه هاي الدوره تعطيكم لو شيء بسيط انه تبدوا حياتكم بالشكل الصحيح، كيف تتواصلوا مع المجتمع، مع الناس، مع محلات عمل، مع بتامل انه تكون هاي بدايه لحياه جديده. واحنا معاكم، واي مساعده تتطلب مننا احنا جاهزين باسم الجمعيه كلها وباسم كل من نشكر اهل زرافي. مع بعض في كثير شغلات لازم نشتغلها مع بعض، عشان هيك حابب اعطيكم انتم تحكوا ملاحظاتكم تلخيصكم للقاءات للمواضيع للمجموعه. ايش كيف حابين نكمل معكم اقتراحات شغلات؟ يعني دائما كنت اقول لكم انتم تذكروا صبايا انه اول كنت اقول لكم شغلتين، الشغله الاولى انه احنا كمان هون بنحكي نتعلم من شغلنا كمان بنتعلم كثير، وكمان كنا نقول لكم احنا بدنا نشوف نعطيكم ايش احنا بنشوف انه لازم نعطيكم، احنا بدنا نتوافقوا ايش انتم حابين، فبنفع كمان تحكوا ايش انتم حابين نكمل معكم. صرت اقوى، حس حالي اقوى. شكرا كثير يا زلفة، شكرا كثير. وكمان روز شكرا كثير بتستفيد منه، مش يعني هبلو لا كثير بتستفيد منه، يعني في معلومات زلفة بتحكينا بدل هوية. أنا ما فكرتش إنه في هوية بتكون لازم الأشخاص، أنت مين أنت؟ شو أنت؟ كثير تفهمي أكثر. بنات كثير حلوات. ساعة كل واحدة إيش حاسة؟ حاسة بحبها كلها. أنا كنت أتعلم من حدا أو هيك شيء، بس أنا كنت متضايقة كثير لها ومن يوميتها خلتني بنسى الإشي وبنتضايق الإشي. مش من ممنوع يضل حتى كانت تقريبا بتذكر إنك بكيتي في مرحلة وأنت مستفيدة. اسمع شرح اسمع احكي بتحكي بلغة الإشارات اللي وجهتين اسمع صوتك. انا اول لقاء انا كثير كنت مبسوطة، تعلمت كل شيء، فهمت كل شيء، مستفيدة الي، بس شوي كنت زعلانة، شوي كنت زعلانة لأنه كثير ما اجيتش ما كنتش اروح على فرقتي اللقاء. بس الاول انا كنت كثير مبسوطه، يعني تعلمت وفهمت كل شيء، تعلمت انه مثلا انه ما فيش حاجه ولا قادر تطلع تروح وتيجي هيك.